ماذا بينا اخويا من نوجي باذن الله من نوجي الكاسك تاعك لا لا قدني لها عقراك مو كاين كاتم الصالح مو كاين كاتم الصالح أمن ولاية ورقلة تواصل خرجاتها التحسيسية ضمن الحملة الوطنية الموجهة لأصحاب الدراجات النارية، إن تم اليوم مرافقة سواق هذا النوع من المركبات عبر عدة نقاط بأمن الولاية، أين تمت توجيه بعض الإرشادات والنصائح في مجال السلامة المرورية. أملينا أن تلقى هذه النصائح التجاوب المأمول لديهم.